السلام عليكم جميعا، صباح ولا ظهر، المهم الآن سوف نلعب مع صاحبي لايت فورس. أنا باتمان 07855 و 313 لايت فورس. هاي everybody. بنلعب الحين ذا ويتش كوين من البداية، وبننصح بعض النصائح للجيمرز الجديدين من ناحية اللعبة. فورينا لايت فورس وش اللي بنلعبه. السلام عليكم. طبعا عندنا جزئين في اللعبة. أول ما تبدأ عندنا يا أما تكون كلاسيك يا أما تكون ليجندري. طبعا الاختيار راجع لك. طبعا ليجندري هنا معناته أن تكون فيها تحدي أكبر، أوكي. وطبعا الريورد أو الجائزة راح تحصلها طبعا أفضل من ناحية الأسلحة، من ناحية الدروبز اللي راح تصير مثلا الجيرز. الكلاسيك هي فقط للمتعة وبسيطة جدا. فطبعا هو يفضل أنك نبدأ كليجندري أساس أنك تحصل على أسلحة أفضل وتحصل على الدروبز حق الجيرز أعلى كباور. أيوة أوكي. بات خلنا نبدأ. طبعا المرحلة الأولية هي The Arrival. طبعا مهم جدا كجيمر أنه ينتبه للأيقونات هذه. هذه طبعا تحدد لك إيش الأشياء اللي راح تواجهها في المستوى هذا. يعني مثلا هنا Legendary معناته قاعد يعطينا انه يقول لك ان الشيلد وال طبعا او النايتس او اللاعبين اللي راح تواجههم اجريسيف معناته انهم شديدين وقويين من ناحيه الشيلد او يسمونه بالعربي ايش شيلد الحاجز او الدرع. عندنا الجاف طبعا هذا الرادار يكون ديسيبلد معناته ما راح تقدر تحدد الاعداء فين موجودين. جلافينايز معناته ان الكومبتنت او الادز طبعا هذه مصطلحات احنا في الديستني نستخدمها كومز او ادز. الكومز هي عباره عن نايتس اللي الفارس او البوس، والادز طبعا هم الاعداء البسيطين هذولا. طبعا يكون اقوياء جدا والهيلث حقهم عالي، من الصعب انك ضربه واحده من فيه بالسلاح مهما كان قوته انك تقضي عليه. فاير بيت طبعا اي واحد من الآز أو الكومبتنت يتم قتله طبعا راح ينتج في المنطقة اللي القتل فيها اللي هي بقعة من النار، طبعا إذا مشيت عليها راح تحترق وهذا راح يأثر على حتى الهيلث حقك. أيوة. نوريهم كيف يصير. طبعا في شيء مهم هنا، يعني إحنا لو تلاحظوا الآن المستوى الباور بالنسبة لي مثل 1588 باتمان 1571، بس في التحدي هذه هنا هذه من ضمن التحدي الليجندري انه راح يكون الباور حقك فيكست، معناته راح نلعب على ان مستوانا 1350، فلازم تحطوا هذا في الاعتبار. ايوه. فطبعا اذا بدانا نشوف التعليق الكامل فنبدا خطوه خطوه معاكم. طبعا طبعا بس ك وريهم الاسلحه. الاسلحه اللي راح نستخدمها طبعا انا عندي سب ماشين ناري، وعندي جالاهورن اللي هو راكت لانشر ناري، وعندي سكوت ريفل. سكوت ريفل طبعا احنا نستخدمه حق الرونج رينج او الاعداء اللي راح يكون على مسافه كبيره، فجيد جدا ان نستفيد من النقطه هذه، خصوصا ان الاعداء يكون اقوياء جدا في المرحله هذه تحتاج انك تتعامل لهم عن بعد. عن المعلومة في أشياء دائما تأخذها في أي مرحلة تحصل طاقتها مثلا نزيلة، لكن إن مثلا هي تقوي الجارديان اللي عندك أو إن هي تحصل على فلوس لما تلعب، فلازم تنتبه على الأسلحة أو الأشياء اللي تأخذها في الدرع قبل ما تحذفها. نعم. لازم تنتبه. نعم. انها تفيدك او لا، خصوصا الباور. يعني لاحظ هنا الباور توتال باور يعني 83، عندي توتال 85. طبعا معظم الجيرز نسميه احنا هذول جيرز، كل الجيرز هذول ماستر وورك، معناته انه لو تلاحظ ان ماستر وورك معناته ايش؟ اني عندي 10 سلات او 10 خانات اقدر اضيف فيها، وكل خانة على حسب البيركس أو المودز اللي راح تركبه في الخانة هذه. يعني مثل هذه الريزيلينس
اللي هي عملية اللي هي يسمونها بالعربي اللي هي المقاومة، مقاومة الضربة أو الدمج اللي راح يعملها الكومبتنت، راح تأخذ عندك 3 انرجي سلات لو تلاحظ، وهكذا. فأنت عندك 10 خانات تستغلها وتوزعها بطريقة معينة على حسب الدرع اللي قاعد تستخدمه. طبعا هذه راح تكون تفاصيل ثانية في فيديو ثاني، بس خلنا الآن نركز على المهمة هذه، البداية The Arrival. Shall we go? Ready. Okay. طبعا في اشياء كثيره نقدر نشرحها، وهي ان في التراين بوس طبعا مهم جدا انك تعرف التراين بوس للكاركتر الاشياء اللي يصير دروب، بحيث انك تعرف ايش اللي صاير. الحين احنا في مارس، طبعا هو نص مختفي. Guardian, Eris and I are establishing hidden operations near the cradle. What's your location? We're in some kind of crop field. What you see is a window into the golden age. Mars has returned with temporal instabilities, and Savathun's presence here is no coincidence. We believe the reappearance of Mars المكان جميل جدا حق مارس. رملي. يعني مو مختلف عن كرة الأرض أبدا في هذه الحاجات، لكن شفتوا هذا اللي عليه أصفر قطعة، هذا أحد النايتس، وهذا الشيل طبعا الأصفر الأبيض الشيل معناته إن هذا فويد. نعم فويد. اوكي في رصاص هنا. طبعا في هذا الفيديو انا يعتبر الباك جراوند، فما نشاف الا الشخص واحد، لكن انا موجود. هتلاحظ الان الشيلد اللي ورد شيلد، معناته سهل ان نقتله الان. طبعا في طريقه انك تضربه في التانك اللي عنده، نقطه ضعفه طبعا هذه التانك. لو تلاحظ ان الضربات شوف لونها اصفر معناتها ان مور دامج، هذا معناتها الان تستطيع تقتله. نعم جيد. الان واحد منا يدافع واحد منا ياخذ القفل عشان طبعاً السنايبر. اوكي ممتاز. كابال are setting up a giant cannon. I have an idea. Head inside and get me to a console. طبعاً الكابال موجودين حتى من الجزء الأول Destiny 1، لكن الأصوات اختلفت. طبعا استخدام السلاح المناسب يعطيك دفع انك تخلص البارت اسرع. نعم تعطيك ميزه سريع ان الدمج يكون اعلى، وهذه هي الفكره هنا من ناحيه نوع الاسلحه. طبعا انا استخدم الهاند كانيون بحيث
هو سن شات. سن شات قوته ان الطلقه اللي جنبك على طول يدمره. I thought Sabathun would go into hiding. So why is she showing herself again so soon? Seems too reckless for a god of cunning. لازم نحط حماية لأن بيجي الأعداء من كل مكان. ميزة فكرة إن أستخدم الحاجز هذا لحماية مو فقط حماية أيضا ليعطيني قوة. يعطينا قوة تسمى طبعا هنا في الديستني يسمونها باف. باف معناته زيادة في الدمج. لو تلاحظ الآن حتى عملية الريلود سريعة جدا صارت. استخدام المود الصحيح. سهل استخدام الباركيد نفسه من ميزة الباركيد انه يعطيك قوة. okay. طبعا بنتكلم عن الجليتشز اذا شفناها. طبعا سانست نفس قوة سلاح وش اسمه الجوتن، لكن السانست انكانيين. وش السلاح اللي استخدمه يا لايت؟ انا استخدم ماشين. ايش اسمه؟ ميدي تولز. هذه من الاسلحة الجديدة استخدم سكوت ريفل. طبعا الطائرة تضربنا صواريخ لازم تكون تذهين النقطة هذه. أدرين أو أنا مت. نعم. 2 seconds to return. طبعا المراوغة هنا هي أفضل طريقة للفوز. الآن المفتاح الثاني. طبعا السنايبرز هنا منتشرين فلازم تنتبهوا وتحاموا عن الليدر. طبعا لايت فورس يستخدم التايتن وانا باتمان استخدم البورلا. انتبه بي كيرفول. هذه الناقلة عادة طبعا بعض الاحيان لازم تستخدم قوة الخارقة لتنظيف المكان من الاولز. لا زالت الطائرة تضرب. أوه.
اوكي اخذت المفتاح. انا عندي المفتاح. ممتاز انت هالمره الدافع. اوكي المرحله الثانيه. طبعا اكثر الاعداء يطيح من عندهم له الرصاص اللي هو الامو، فلازم تنتبه اليه. هيفي امو او لايت امو او سبيشل. طبعا قوه الهاند كانيون يستطيع انه يطلق من بعد، يعني لو شفنا الانباكت حقه 80، الرينج 41، ستابلتي 45، الهاندلين 91، السبيد 72. وش السلاح اللي عندك الاقوى؟ انا استخدم طبعا الصن على اساس انه استخدم اشياء معينه مرتبطه مع الجير عندي، يعني عمليات الانفجار، عمليات استفيد من السولار 3.0 الجديد. اوكي اخذ حطنا اكتيفيت جنريتر، يبقى نقطة ثانية. طبعا في هذا المكان الصغير احذر تستخدموا قذف الصواريخ. نعم، او الجرنيد لانشر. المرحلة الأولى خلصناها، المرحلة الثانية. شفتوا هذه؟ كان البستن اللي في السيارة. الآن الفلاج البانر هنا، معناته ان راح نواجه الان ايش؟ البص. اعداء كثيرين بعد. نعم. We need two override codes to get the lift moving. Only couple two overload code. شفت اللي صار؟ انك تطلق على شخص بالصن على طول يتفجر لجنبه. طبعا في اشياء هنا تقدر تحتمي بها، لكن ليس لمدة طويلة. طبعا في عيب اللعبة ان ما تقدر انك تضغط ستارت وتوقف، فلازم ان لو تبغى تستريح يكون لك هايد ان بليس، مكان تتخبى فيه لو انت تبغى تروح وترجع، يعني او ان اذا خلصت تصير في الاوربت، صح؟ نعم. طبعا
نوصل الى يسموه هذا ال continuous game. طبعا اللعبة هذه RPG متطورة عن RPG المعروفة زي فان فانتسي القديم. حصلنا على أول كي. الكي الثاني. طبعا اللعبة فيها نظامين. Third person and first person. طبعا نحن نلعب الآن restart from the beginning now. You should be careful here. هذا دائما يصير الى اشخاص زين عندنا. Yeah, this is one of the challenges here. You have to be careful. We need two override codes to get the lift moving. Only Cabal engineers. So we'll start from the beginning for this stage. وطبعا يفضل ان نركز على one boss هنا. بعض الأحيان تستخدم القوة إنك تستخدم الأوتو ريفل عشان تفضي المكان شوي. طبعاً لازم الواحد هنا يتعلم بسرعة تبديل الأسلحة. مهم جداً. وأيضاً الاستراتيجية اللي قاعد تتبعها مهمة هنا. لازم تكون عندك استراتيجية واضحة. أنا بروح اليمين، أنت تروح يسار. طبعاً يفضل إن يكلير all the odds لأنهم مزعجين صراحة. My pleasure. Let's focus on the other boss. Nice. All is coming. Okay. أنا مس. شوف الآن هو باتجاهنا، فخلك اعمل لي ديستراكت تشتيت وأنا بروح من الجهة الثانية. أوكي. أضرب الباص. نعمل له مباغتة. This is the good strategy. One of us doing destruction and the other one do the damage. خلاص انتهينا من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية elevator.
When I was searching for the cannon schematics, I saw marching orders from Keitel. She wants to retake Mars as Cabal territory. Not sure how she'll feel about us interfering. Time to reload, Guardian. Okay. Don't worry, you'll be fine. But I'll stand by. الغوست دائما ينكت. نعم. To my knowledge, no Guardian has ever been on Sabathun's ship before. Either she's inviting us aboard, or she's so weak after that encounter with Queen Mara that she's getting clumsy. I'm hoping for the latter, but I wouldn't know. نحفز داخل المدفع. طبعا لعبة دستني تقارب الألعاب الخيال العلمي الثانية ومنها ستار وور وستار تريك وحتى الأفلام. طبعا فيها مميزة قوية اللعبة أنك تلعب بأكثر من لعبة في لعبة واحدة. مثال الآن إحنا ضد الهايد كانت تلعب دوم. لما تكون في ثيرد بيرسون في التاور كأنك في فاينل فانتسي، ولما تلعب بالفيرست بيرسون كأنك كول اوف ديوتي. طبعا حتى التحمل الأسلحة قوة الأسلحة أفضل من كول اوف ديوتي، فكثير من اللاعبين يفضلوا دستني من الألعاب الثانية في الوقت الحالي. هذا الهايبز طبعا. طبعا الهايب قويين جدا وعندهم منتحرين. طبعا المنتحرين هذه هم الأصعب. وفي طبعا زومبيز. المرحلة الثانية هنا طبعا نقتل 3 ويتشز أساس نفتح دقيقة باب أساس نفتح الأقفال هذه. نعم. 1 2 3 كل ويتش راح تعطيك مفتاح ونعمل لها بانك دي بانك دير. اوكي اوكي ليتس بيجن. ممكن يكون ويتشز او ممكن يكون نايت. لاحظ الآن هذا مفتاح أخذته. طبعا انتبهوا من السفينة لأن تطلق عليكم صواريخ والزومبي. أفضل شيء لاستخدام الزومبي هو أوتوريفول أو ماشين جان. المفتاح الثاني. طبعا القنابل اللي يطلقوها بعد. Okay, you got the second key. Just the bank it there. لو تلاحظوا الآن نحتاج إلى مفتاحين. طبعا أنا طاقتي قرب تنتهي وقضي علي. طبعا انتبهوا من الفراشات هنا. الفراشات ديدلي يعني صراحه. اوكي اخذنا مفتاح ثاني. باقي مفتاح. باقي مفتاح واحد. الساحره هناك. استخدم القوه في هذه الناحيه.
وكل ما كان سرعة أدائنا في القضاء على البوسس كل ما كان أسرع لنا. One more witch. ساحرة ثانية. المفتاح الثاني دان خلصنا بس دبل تشيك اذا كان في ايمو او شيء هنا ما في شيء اوكي فولو ديمو يس مص تقريبا they should be able to use it at all the traveler would never grant them that power not willingly anyway في عندنا 2 نايت 1 2 2 نايت شيلد داون almost done طبعا بعض الاشياء في اللعبه تذكرني بالفيلم الجديد The Tomorrow War اذا شاهدتوه طبعا في ميزة في الوارلوك والتايتن انهم في القفز عندهم اطول الهانتر بنتكلم عنه لما سرعة دي طبعا نقفز هنا لازم نكون حذرين لان عندنا المعافى دولة او عندهم قوة هناك فيه وان اوكي بس ما نقدر نوصل لهم لازم نمشي قليل من الامام اوكي طبعا هذه هنا قنابل نستخدمها كسلاح طبعا هذا الجلو looks like pyramid technology what's it doing on Savathun's ship we should bring it back to Ikora طبعا اللعبه تتكلم في المستقبل يعني اكثر من حرب العالميه الثالثه يعني يعني ممكن 1000 سنه بعد الحرب طبعا هذا المنتحرين الزومبي طبعا انتبه هنا في اوجر انتبه له اول الاوجر الثانيه طبعا بعض الاوز لما يحترقوا كانهم فامبايرز يعني لاحظ الآن يا او اوكي هذا
اللي رموها علينا هذه اللي هي تشبه ال حارقة. نعم قنبلة حارقة هذه تنتبهوا لها طبعا. نايس كان جنبي حسن. نايس وراء. اوكي. طبعا هذا الشيلد كله فويد. الشيلد هذا كله فويد. بدرع بس ما بفيده. تم القضاء عليه بضرب القاضية. أحس ساعات هنا في اللعبة في هذه المنطقة أنك في فيلم رعب ما ينتهي. There are reports of Sabathun trying to capture Void Light from dead guardians. Maybe this is related. Maybe she's been studying the Void all this time. Could that be how she did this? طبعا هذه المناطق حق سيزون 17 للمعلومين. هذه الويتش كوين. طبعا هنحتاج الى ثلاث مفاتيح لنفتح البوابة. نغير الى الفويد قبل ما نمسك العلم. وش رايك؟ It's okay. You can change to void because we have two void and solar here. Change to void. I change to void. Void weapon, not void class. It's both. Okay. عندنا ثلاثة مفاتيح الآن. حاول نفتحها الآن. Thank you.
هذا النايت. اوكي افتح الاول. هذا المفتاح الاول. ممتاز. الان مفتاح ثاني معناته بوس ثاني. الان هي الساحرة هذه هي البوس ثاني. خلنا مفتاح ثاني. الحين بيجي الاوفر. اوكي ممتاز. اوه اي فول داون باي ميستيك وايل تراينج تو افويد ذم. Waiting for. Okay. طبعا هنا الريفايس وان تايم. I think we have 18 seconds. Okay, where are you? In the same place. Oh, I cannot revive you. I cannot revive one time. I cannot revive you. No, I need to kill. Where is it? I got the key. Oh, damn. Game over. Yes, because you have limited revive here. Every player have one revive. Otherwise, okay, you have to be focused, of course. You have to be very careful here. Okay, let's choose the. This. Before we begin. اوكي الفكرة طبعا هنا انك سيرفايف هنا يعني حاول انك ما تموت هي الفكرة كده هنا No. Ogre. Ogre. من وين هذا راح يطلع؟ Beginning. I'm in middle. Ogre died. You can take the keys. Done. أسرع من الأول. نهاية المهمة. البوابة راح تفتح الآن. That's it. كم الوقت اللي أخذنا؟ ولا لسه اتوقع نقدر نوقف هنا. اتوقع نقدر نوقف هنا.